رح سوق بسرعة كبيرة مشان نوصل أسرع وما ننطر المفاجأة لحتى تبين. يلا أنت منيح؟ ليش عم تقول هيك؟ أنا ببساطة عم أسألك عن يلي بتعمله كل بنت. هي بتخبي اللبس العصري يلي لابسته تحت اللبس التقليدي وبتخدع عائلتها بكل حفلة، بتزين حالها بالطريق. يلا جهزي حالك بسرعة. أنا مو جايبة معي أي فستان إضافي أجي، أنا رايحة بهذا اللبس وبس. شو؟ حبيبتي شو قصتك؟ نحنا رايحين على حفلة غير. طلعي فيني، لبسي عصري طالع وسيم وحلو. خلاص ما في مشكلة، رح سوق بسرعة مشان نشتري فستان أحلى من يلي لابستي، مشان تطلعي فيه أحلى وحدة بكل الحفلة. بتغيري هنيك ماشي؟ رح تشوفي رفقاتي لأول مرة ورح تأثري فيهم. استنى شوي آجي، ليك أنا مرتاحة كتير بلبسي وما بدي غير فيه أي شيء وما بدي أثر على أي حدا. حبيبتي حاولي تفهمي علي، نحن رايحين على حفلة، حفلة شباب، ما فيك تروحي لهنيك بهيك تياب، الناس رح يضحكوا عليكي. شو ناوية تحرجيني بين رفقاتي؟ ليك آجي، إذا لبسي رح يخليك تخجل وتنحرج قدام رفقاتك بسببي، خلص ما عاد بدي روح على هاي الحفلة، لأني كتير مرتاحة بهذا اللبس وما بظن في شي غلط ولا في شي بخجل. بس إذا بتظن إنه رفقاتك ممكن يضحكوا عليك من ورايي، ما عاد بدي أحرجك وخلص خليني أرجع على البيت. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.